كيكة الجزر الاستوائية، المقادير بالضبط في الكابشن. سكر بني مع زيت، نخفقهم منيح لحد ما يدوب السكر تماما، نضيف عليهم 2 بيض مع فانيلا ونستمر بالخفق. منحط حليب جوز الهند على أناناس طازج أو معلب، منضيف الطحين لخليطنا وبيكنج باودر، منضيف بيكان أو جوز عادي وجوز هند، قرفة وزنجبيل طازج، نخلطهم مع بعض منيح. وأهم إشي ننتبه إنه ما نخلطهم بالماكينة، بهاي المرحلة نخلطهم يدويا علشان تطلع الكعكة هشة زي ما منحبها. منضيف الجزر المبروش، منحركها برضو يدويا، وبعدين منسكبها بقالب بالكيك، مندخلها على الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20-25 دقيقة. نخفق كريمة طبخ مع شوية عصير أناناس وشوية حليب جوز الهند لحد ما تتجانس تماما وتصير متماسكة. منطلع الكيك من الفرن ومنقلبه. شوفوا لي هالكيكة، شوفوا لونها وريحتها وطعمها، بياخدوا العقل. الكيكة طالعة فلافي وهشة زي ما منحبها. وهلا بدي اروح اعمل كاسة شاي، بس قبل بدي ازين الكيكة بتزيين منزلي بسيط. حطيت شرحات اناناس وحطيت الكريمة اللي جهزناها ورشيته برشة جوز هند وقدمته. فعلا كيكة كتير طيبة. صحتين وميت هنا حبايبي.